وبعد ما رجعنا من الفاصل نكمل بقيه الطبق مع بعض. عندنا الطرلي على النار بالفراخ اهو، هضيف له بس شويه طماطم عصير فريش، وهغطي بقى الطبق ده كده. وزودنا له زي ما احنا شايفين سنة مية عشان خضار يستوي معانا، وحطينا الصلصة اللي هي الفريش وسبناها على النار يستوي براحته بقى كده، على ما نعمل شوية جرنش حلوين للطبق بتاعنا اللي هنقدمه مع بعض. عندي كوسة وعندي جزر، هنقطعهم بقى تقطيع كده، واعطوهم في الميه بتغلي عندي اهو. وعندي الكوسه برضو اهي، زي ما احنا شايفين اهو. ده انا بعمل جرنش بالطبق اللي عندي، ما بعملش حاجة جديدة ولا أي شيء، ده مجرد جرنش للطبق اللي عندي الطرلي بالفراخ. دي كده ولا اتنين نحطها، نشوف الجزر كده. وعندنا اللحمة طرلي، الخضار بالفراخ سوري اهو قرب يستوي شوية لسه برضو. هنجهز التوابل، هنضيف فلفل، شوية فلفل أسمر، وشوية ملح، تمام كده. وهدي تقليبة، وبعد كده هنغطيه سيبه مع نفسه برضو كده. هضيف الكوسة بقى عندي اهي، تمام كده. يبقى انا عندي كوسة وجزر، دول هجرنش بيهم الطبق. تملي يا جماعة، الجرنش اللي بنحط لازم يتاكل. اعمل حسابي 90 أو 80% ان الجرنش اللي انا بحطه في الطبق اللي انا بعمله ان ممكن حد ياكله، تمام كده. كده يبقى احنا الطبق بتاعنا قرب، بس انا هديله شوية كزبرة خضرة محترمين كده في الاخر زي ما احنا في الاخر كده، دول كده هيتفرموا يعني. تمام كده. واحدة واحدة كده بقى، هم دول. أي خضار بينطبخ على النار يا جماعة، معلومة، أي خضار سواء بعمل بامية باللحمة، بعمل بسلة، بعمل فاصوليا، بعمل أي نوع خضار، يبقى لازم هاجي الآخر عندي بقدونس مفروم وكزبرة مفرومة وسنة شبت
ودول بيدوا تيست وطعم جميل. طبعا الاولاد والاطفال كلهم اللي موجودين ما بيحبوش الخضره ياكلوها متقطعه او سواء في السلطه، ده انا بعمل ان انا بجبرهم ان انا اجي في الاخر بعد ما اسوي الحاجه ان انا بقوم راح ضايف عليها الكزبره الخضراء او البقدونس او الشبت في الاخر خالص، بيبقى لونهم اخضر كده ومزهزهين وشكلهم حلو. ودي تقليبه واغرف الطبق اللي عندي. تمام كده، انا بقى ايه ناخد دول كده هنبقى نضيفهم في الاخر قبل ما نيجي نغرف الطبق بتاعنا ونظبط المكان. تمام كده، يبقى انا قربنا نخلص. هنقلب الخضار اهو اللي عندي وهصفيه، نطفي النار، وادي المصفى عندي اهي. تمام كده، وهجيبه نحطه جنبنا هنا كده يبرد، وبعد كده نقلب تقليبة الخضار بالفراخ. الله على الريحة والطعم. وعندي الطبق اللي هنقدم فيه اهو، تمام كده ندوق كده. الله على الطعم والجمال، هي فعلا مولعه وقربت تستوي. هنسيبها دقيقه بس تشرب كمان سنه بسيطه على ما نشرح المكونات مع بعض واحده واحده. احنا عملنا ايه؟ طبعا احنا قلنا الطرلي اي ست بيت، وكل ستات البيوت اشطر مننا واساتذه، وان هم بيتفرجوا علينا ومتابعينا ممكن تاخدي معلومة اتنين في الحلقة زي ما احنا قلنا. احنا عملنا اي خضار عامة بياخد بصل وتوم، وبعد كده طماطم الفريش وعصير الطماطم والكرات والكرفس، ده بيدي ريحة وطعم وبيقوي الاكل اللي عندي. وبعد كده ممكن امشي الفراخ في نفس الطبق اللي احنا عملناه ده، وممكن امشي لحمة وامشي سمك وامشي جمبري وامشي كاليماري. احنا زي ما احنا شفنا حلقة سهلة جدا وخفيفة جدا، ونبدأ نغرف الطبق مع بعض ونعمل ديكور حلو يفتح النفس مع بعض. نطفي النار بقى كده خلاص. وزي ما احنا شايفين اهي. عفوا. عامة يا جماعة احنا قلنا قبل كده الاكل بيفقد 25% في الساعة الاولى من قيمته الغذائية، وقلنا المعلومة دي قبل كده وهنقولها تاني برضو بنذكر الناس اللي موجودة. يبقى انا باخد الاكل من على النار بفضي على طول في الطبق اللي هغرفه لولادي او لجوزي او لماما او بابا او اي حد موجود او صحابي او اللي انا عايزهم مع الاكل، بحيث ما يبقاش فيه بكتيريا، ما يبقاش فيه تعب، ما يبقاش فيه باكل الاكل من هنا واتعب من هنا، لا لازم الاكل بينزل من على النار يتغرف على طول. بعد ساعة بيفقد 25% من القيمة الغذائية. بعد ساعتين اتنين بيفقد 50%. بعد 3 ساعات بيفقد 75%. بعد 4 ساعات كأنك بتاكل
زيتون نبت. هذه الطبق عندنا اهو بالمنظر ده، هنبدا ندلعه ونديله ديكور سهل كده. واحدة جزر وواحدة كوسة. واحدة جزر وواحدة كوسة. واحدة جزر وواحدة كوسة زي ما احنا شايفين. قرنش كده خفيف اهو. ودلع دلع الطبق، بعمل حاجة كويسة تظهر بي ليا التعب اللي أنا عملته. تمام كده زي ما احنا شايفين لحبايبنا كلهم، حاجة سهلة اهي. واحدة كوسة بس عملت ايه، وحتة واحدة جزر عملت معايا الطبق شكله بقى عامل ازاي. يبقى انا بتفنن وببتكر ان اطبق حاجة جديدة. وادي الطبق بتاعنا اهو، منظر اهو، عود شبك كده في النص، الجمال والحلاوة اللي احنا شايفينها. وكده انا عملت طبق سلس وجميل. ولو في اي غلط او اي حاجة عذرا، والف شكر لكم جميعا، ويا رب يكونوا استمتعتوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.